يا جماعة أنا في مركز صحي من الساعة 8 إلى الساعة 9:30 وما في أحد جاء. أصوت من اليوم وأدور وأدور أدور ما في أحد موجود. المكاتب مقفلة. المكتب مقفل. أنا مع الوالد تعبان. وهذا شوف مكتب ثاني، شوف مكتب ثاني ما في أحد فاضي. ما في أحد. أنا ما أدري إيش أسوي. هذا الوالد تعبان وحالته الصحية مرة تعبان. هترى في ذمتكم. ترى في ذمتكم أنا علمتكم. شوفوا ها في دكتور هنا وهذه بطانية ما أدري شو وضعها. تعال 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 تعال. هذا الدكتور الهندي من اليوم أتكلم معه أقول له اكشف للوالد اكشف للوالد. يقول روح استقبال روح استقبال. هذا حال مستشفياتك يا معالي الوزير، هذا حال مركز الصحي حقك. أنا أقولها بالفم المليان، أضبط وزارتك أضبط وزارتك. ترى الوالد إن جاء شيء والله ما أحللك والله ما أحللك. اللهم فشل اللهم فشل اللهم فشل. أوف 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 والله فضحهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أخواني مبربسة هذه أما لا ورقة خلف لا 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 مرة 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 ما تنفع بالطريقة هذه ما تنفع. أوه. كيفك يا أبا؟ الحمد لله تعال ربي جابك ربي جابك. تعال شوف يا كفتة يا حبيب أبابا. رحت اليوم الوزارة قلت عشان أخلص المعاملة مثلك عارف الأمارة الجديدة بغيتوها مني بغيتوها مني مسكرة مسكرة في وجهي. قلت ما الحل كفتة ابن أبو كفتة أباك ذا حين تخلص لي المعاملة ولكن من عندي أجار سنة لشقة من الشقة. ياهو هبلي عامر بعد هالمسرحية أعتقد أنك أنت حصلت على اللي تبيه صح؟ الحمد لله. وبهالمناسبة هذه أحب أشكر معالي الوزير لأنه بصراحة دق علي شخصياً واعتذر لي وأشرف على علاج أبوي إلين ما قام بالسلامة. فشكراً معالي الوزير شكراً شكراً شكراً. عامر عامر لحظة ما يا واد عامر ده مصيبة. رأي من المعلوماتية ممكن أنه يجرمك في هذا الموضوع ونشرك مثل هذا الفيديو وترصدك للمسؤول. ما اعرف انا سلامات كفته شيك مضايق ولا كلمني عن عندي معامله في ام وزاره احب اقول له في هذا ما ادري ما اعمل به صراحه. ما هو انت اللي تكلمني عندنا حلها. صباح الخير. صباح الخير ام مدعي. اهلا وسهلا. نعم ابويا جاكم امس بالمعامله وطردتنه ولا جاي يخلص له معامله بداله. وايش طردتنه ما طردتنه اشوف. اي فعلا ابوك جامس وشرحت له يا اخي معامله مثل هذه يبي لها شهر عشان تخلص. مدير ومكتب وطول فمعاد مش تقدر تخلص المعامله. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا لا قالوا لك الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب. اقول اطلع انت وياه برا اطلعوا خذ ملفك خذ ما بقى الا انتوا بعد جايين تغيرون تتحكموا فينا. يلا تفضلوا برا اطلعوا برا يعني اطلعوا برا. بالله عند ابوك مشينا معاملة يا اخي ما تفهمون انتوا. قلنا لكم اطلعوا برا اطلعوا برا قاعدين تضيعون وقتنا. من انتوا عشان نخدمكم تفضلوا برا برا. لحظة لحظة يا طويل العمر شوف المقطع هذا. اشوف شوف لو سمحت لو سمحت شوف شوف اطلعوا برا يعني اطلعوا برا. بالله عند الله يهديكم بس الله يهديكم بس ورا الانفعالات ما في داعي صور مقاطع يا اخي التفاهم كويس. وش تبون بالضبط الحين انت رجال بتخلصنا المعامله ولا نخلي خوينا اللي صورك ينشره في كل مكان؟ بالعكس انتوا ناس المفروض الواحد يهتم فيكم. لا 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 ورني ورني معاملتك ورني يا الله يهديك بس الله يهديك بس. المعامله شهر اقول لك الناس ما تنفع لهاش اللي بالمقاطع بفيديو. ولا يهمك. وهذه معاملتك خلصت بس رجاء تمسح لي المقطع الله يخليك يعني خلاص انتهى الموضوع.
مالك انت؟ مالك يا كفتة؟ ها يابا خلصت لك ام معاملة؟ بذمتك خلصت المعاملة؟ اقسم قولي خلصتها اقسم اوه يطعني انك يا كفتة انت حبيبي انت الدوام طبيبي والله كنت عارف ما شاء الله عليك ما شاء الله 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 عشان تعرف لي علاقات انا اعرف انك واصل ما شاء الله عليك وعشان كذا وين الوعد حق فلوس ام فلوسه موجوده وجاهزه هيا يا حبيبه بابا ها ما هذا يا بابا هذا يا حبيبي تاخذ بها حبه للحمام وتضبط امورك الله يسعد هذا الوجه الله يسعدك مثل ما سعدتني اي والله يا بابا هذا حق ام ايجار هذا لا يا حبيبي هذا المية وخلص كبه كبه ما ابغاه اقول له خذها اقول لك كبه وروح خذها انت تمام يلا برافو هلا والله بالتعليقات البطله هاي اسمع اسمع بثر انت اسمعني اسمعك باذني وش تبي طيب اسمع رحنا مع كفتة نخلص معامله لابوه استفزنا المدير وما في الا تشك 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 صورناه يا معلم وخلصنا المعاملة طرق من هنا أقول يشيل التقليد بس يشيل التقليد النش هلا عامر معك هلا حبيبي أنا أخذ رقمك عن طريق واحد من الشباب إي نعم نعم صحيح أنا أبيك تخلص لي معاملة تكفى يا أبوي أنا سامع أنك أنت تقدر تخلص المعاملات هذه الله يستر على والديك خلص لي المعاملات وأنا بعطيك 5000 أبد أبشر بعزك سوي لي توكيل وارسل لي العنوان واعتبر المعامله منتهيه اقول لك يا بابا نعم عندي سؤال محيرني يا بابا عادي اسال اعتبرني عادي اعتبرني زميلك اسالك يا بابا انت عندك عماره وعندك عمال شايفك بخيل يا اخي ما انا عارف يا بابا ليش البخل هذا حقك انا بخيل انا بخيل انا حتى عليك ها انت ما تحس انك اخذت مره سته معايا انت يلا قوم انقل يلا اعطني مقفاك لا اشوفك يلا برا اقول لك برا برا لا اشوفك اقول لك برا الله برا الله يا برا يا ابوي بشرني صار في معاملتي يا ابوي ابشرك معاملتك خالصه حبيبي حبيبي انت 3 شهور جاري وراه اقسم بالله انك كفو كفو تستاهل حبيب قلبي حبيب قلبي سوينا دعايه عند اخوياك ولا يهمك اسوي لك احلى دعايه كمان ايش تبغى كمان حبيب قلبي حبيب قلبي هلا والله بالدراهم السلام عليكم السلام ورحمه الله الله يبارك فيك 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 مبروك الترقية يا ابو مشعل الله يبارك فيك الله يبارك فيك شفت شلون ترى اخذناها غصب عنك قريب عليك ابو مشعل لا تنسى حفايض حمودي دقيقة فوضى ما ينفع فوضى ما ينفع شغلنا نظيف حنا صفوا السيرة زي البنك يلا 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 من هنا يلا هيا كلكم بخلص معاملاتكم اسمعوني زين أنا جمعتكم اليوم لأن في شيء مهم جدا جدا لازم تفهمونه الوزارات الثانية اكثرت مشاكلها وش السبب؟ صاروا مراجعين يصورونهم على الصغيرة والكبيرة ويبثونها وصارت فضايح هذا ما بيحصل عندي في إدارتي ولا في قطاعي وانتبهوا زين من المراجعين كل واحد ماسك جواله وعلى أصغر شيء يصورك ويبثه انتبهوا كل مراجع جاي عندكم انتبهوا لجواله الأول
كان المراجع يجي ويعطيك معاملته وينتظرك ويبتسم لك ويترجاك، الآن لا، ما عاد كذا. المراجع الآن يخوف، كل يبي يصور، انتبهوا يا غالي. أنا عندي معاملة في وزارة الصحة من 10 شهور وأنا وياهم في رح تعال رح تعال رح. ويا مالك بتروح وترجع ولا أنت بقاضي حاجتك. اسمع، وزارة الصحة ذي قروش، أنا أعلمك من الآن، لأنها ما بشمس شارقة، وهذه التسعيرة عندك. بكرة تجيب توكيل للشكش وأبد يروح يخلصها، بعد بكرة تستلم المعاملة. أوكي، أبيها الوزير. أخص الوزير ها؟ طيب اسمع، جيب شيك مصدق ب10,000 ريال ومالك إلا اللي خلص لك المعاملة. 10,000 10,000 أمرنا لله، بإذن الله بكرة عندك. الله يحييك. أمان الله. هلا والله بالدف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا مقدم على وزارة الإسكان من أيام كانت هيئة. أوف. ولا جاتنا شيء لحد الحين. الله يعينك الله يعينك. ربك يعين بس يصح. عاد مشكلة وزارة الإسكان فكر. خلاص مو مشكلة، أنا بقعد أفكر 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 لين ما أجيب لك حل. ربك يجيب الخير. يلا عيال يلا، عندنا شغل كثير. عموما يا عمي بإذن الله معاملتك هذه بسيطة وراح تخلص بكرة بإذن الله، راجعني فيها وإن شاء الله خلصها لك. الحمد لله. الله يوفقك. الحمد لله. الله يجزاك خير. الله يوفقك. الله يجزاك خير. الله يحييك. لا إله إلا الله. يا عيباه بس يا عيباه. هالحين جالس مرتز هنا وما تدري موظفينك وش يسوون برا. المواطنين كلهم متبهذلين. هذه معاملة عندي ما خلصت. ما يبي لها شيء، كلها شخطة. على كل حال أولاً اطفي جوالك وحطه في جيبك، لأن أنا حاط هنا كاميرا مباشرة على اليوتيوب وكل الناس يشوفونها، لا عندنا شيء نخاف منه ولا شيء نخبيه. وبعدين عطني معاملتك خلي أشوفها. تفضل. الله يهديك وصوت عالي وما ادري وش يا اخوي. هذه اولا معاملتك هذه في تعدي على مرفق حكومي، واحنا الان محولينها على لجنه التعديات وهي اللي رايح تفصل بالموضوع. تفضل. صديق جيب قلم أزرق. ما في مشكلة، أعطي واحد قلم أصلي 100 100. تفضل. شوفوا يا جماعة، هذا القلم منتهي الصلاحية، انتبهوا يا ناس، الموضوع خطير، انتبهوا من التعامل مع هذا العامل صاحب البقالة. ها شوف صديق، هذا قلم منتهي الصلاحية، أنا سوي تصوير فيديو فضيحة، أنت جيب هذا أغراض ببلاش وأنا ما يسوي مشكلة. مجنون أنت؟ بلاش مجنون أنت؟ مخ ما في؟ من قال لك أنا مجنون؟ من قال لك؟ ها؟ أنت يبقى بلاش يضرب يضرب برضو يضرب أنا يا أنا أضرب أقول لك أنا يضرب أنا والله يضرب أنا أنا سنة 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 شوف 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 الباكستاني شوف كفته. ارسل ارسل لي ارسل لي افتح فيه هاشتاج الحين. والله انا هنجلد. ارسل ارسل. شفت المقطع ذا؟ والله يا هو انجلد مسكين. شوف 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 الدم يا ولد. اعوذ بالله. الله يعينه. سمعت اخر خبر؟ اركض فديتك. وش الخبر؟ يقول لك منعوا التصوير ومنعوا دخول الجوال نفسه في المكاتب كلها عشان الفضايح، والمشروع شكله انتهى. يبون يتحدون، انا اوريهم. التحقيقات وانهيتها معك ومعهم، واتضح لي انك انت اللي بديت في الغلط. اجل ناوي تاخذ حاجه بدون لا تدفع حقها؟ لا تستفزهم بالتصوير؟
بس هن اللي ضربوني. بلا ضربوني بلا ما ضربونك. اسمع، المرة هذه راح اكتفي بالتعهد، والمرة الجاية لو جيتني هنا مرة ثانية راح اسود يومك، راح اتخذ معاك اجراءات ثانية، فاهم؟ تعال وقع على التعهد. ياهو. لا اشوفك هنا. ياهو. السلام عليكم. سلام. كيف حالك يا الغالي؟ حياك الله. أبد أنا عندي موعد مع المدير. موعد مع المدير. اسمك لو سمحت. اسمي عامر. عامر. شوف ذا الثالث. أي تفضل. طيب بس إذا عندك جوال خليه في الصندوق. جوال؟ أي. ليش داخل عرس حريم أنا؟ لا هذا النظام، الجوال في الصندوق. طيب وش؟ طيب أرفع يدك لو سمحت. وين يا ابوي؟ داخل مدرسة انا. ارفع يدك. طيب خلاص لا تنفع. تفضل. يا اخي لا تشغلنا، قلنا لك بعد شهر. يعني بعد شهر؟ يعني تطردني من الادارة؟ اي هطردك يا اخي. تفضل برا. يا اخي ما تستحي لوجهك انت، رجال وكبير وفي مكتب حكومي وتقعد ترفع صوتك على الناس، ما تستعلى على وجهك؟ تفضل برا، راح برا، راح اشغلتنا. طيب اوريك. اي والله كيف برا رحنا وجانا القطار بدروبه ولا تقاطع ولا اشارات. يا عيال صورت المدير بالقلم. اما عفو عليك انا عامر يا حبيبي، خله ها يستاهل عشان ثاني مره ما يستقعد المواطنين. خذ المقطع ونزله وافضح ام كفو وريك فيه. اسمع، المدير السابق تم نقلي بسبب اهمالك بالتفتيش المراجعين. لا تدخل لي اي مراجع لين تتاكد منه، فهمني؟ انت ما معي شيء. ان شاء الله. يلا يلا على مكتبك. ابشر طال عمرك. ألف ألف مبروك السيارة الجديدة، وشايفك أركض في بيتك. الله يبارك فيك يا وحش. أوف 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 يا عمر. إيش فيك؟ المقطع يتون منزلينه قبل 4 ساعات، وصلت مشاهداتها فوق 20,000 مشاهد. أتحداك يا شيخ. هين خرب بيته. أزين خله يستاهل. النشبة داي بيه النشبة. ألو. إيه معك عامر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لي معاملتي بوزارة حاولت أني أنجزها بشتى الطرق، موظفينها تعبوني، حاولت أني أرشيهم بفلوس ببيوت بسيارات لكن ما ضبطت. قلت ما راح يخلصها لي إلا أنتم، وراح أعطي كل واحد منكم 150,000 ريال. 150,000 ريال؟ متأكد؟ مو بعدين ترجع بكلامك؟ مو بنا اللي أغير كلامي، وراح أزودها وأخليها 200,000 ريال. أجل ازهلها، بكرة نروح نتهم الوزارة ونخلص معاملتك. زحف الدراهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نبي نقابل المدير. هذا أنتم؟ إيه حنا. أهلا وسهلا، تفضلوا. تفضلوا، وش عندكم؟ Thank you.
لك معاون مني ومنهم جماعة 50,000. والنعم فيك وبيض الله وجهك يا أبو خداش. سيد أبويا أنت. لك العافية. السلام عليكم يا الربع. عليكم السلام ورحمة الله. لا 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 ولا لا 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 ولا لا لا لا. سلام يا أهل العرس والليلة السعيد، سلام منظوم مع در القصيد. أنتم هل الفخر والعز المديد، جيتكم أهني بشعري الجزل. ولا لا 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 ولا لا 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 لا. صح رسالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألف مبروك يا كفتة، أنا جايك مبارك وجايبك معي ذا العانية، وإن شاء الله أنها تجمل وأنت تستاهلها. جايب لك من زين الفوت، وألف مبروك. بيض الله وجهك يا عيال. شفتوا كفتة الحافي وش جاب زواجه؟ إي والله ما في إلا قوة هياب. ألف رايحة ألف جاية. الأول بس أقول فكونا بس بركزوا في اللعبة بالحلال. فكونا من عرس كفتة، هو اللي يسمعكم يقول الحين ما شاء الله عرس الأمير شارلز. خلق من الأمير دحين، عندنا عالمي مخلص أبويا في مقطع وصلني شغل أليم. تعالوا شوفوا. أتحداك يا شيخ. علي بالحرام انتاخذ الموتى. ما يجيني. أقول لك علي بالحرام انتاخذ. وأنا أقول ما يجيني. علي بالطلاق إلا ما أخذت الموتى لا ولع فيه. والله ما يجيني، والله ما يجيني. هذول يا اخوي من جدهم ذول ولا يطقطقون ولا وش وضعهم؟ ايه من جدهم هذول الرجاجيل اللي يفزعون مع اخوياهم، مو مثلكم يا الجحلط. نورت العربي وصول الشيخ كفتة ابو الكفاتي. نعم انه كفتة بن الفانز. وا تفضل يا شيخ تفضل. وي وي. الان ياتي بسيارته الجميله الشيخ كفتة. الشيخ كفتة الآن يهدي سلام المعجبين والمعجبات. تفضل يا شيخ تفضل. الله يا الدنيا يا كفتة، من بعد ذيك الكسرة جيب وآخر موديل بعد ريح يصير خير يا كفتة. يبا الحين حنا عندنا قبيلة. وش ذا السؤال يا الهيس؟ إلا عندنا قبيلة وعندنا ناس وعندنا أهل، مش بلاقة. وعندنا شيخ وعزوة وكذا. عندنا شيخ وعزوة، تحسبنا هايتين؟ كفو. طيب يمه خوالي عددهم كثير، يعني ما قد شفتهم يجملون وكذا وحركات. ترك ما تدري وين الله حاطك. عندنا ربع وجماعة وعندك خوال. أتحداك أجل بتزوج. شو تزوجت ما عندك وظيفة؟ وانت علامك تبي تقفلها في وجه الولد. احنا ما صدقنا على الله انه يفكر في الزواج. هذه الساعة المباركة وانا امك دندن يا بطل. كفو يا المعززة كفو. عاد حداس شايف الناس اللي تحب تستر على خلق الله مو بنت. عموما الوظيفة ما في مشكلة لو اشتغل سباك. هلا والله بتركي توا تنور الاستراحة. خلاص يا عامر نويت تتزوج وتخربها. اركض بديتك بس ترى الوالد يقول لازم توظف. تتوظف. وين حاب تتوظف؟ في التعليم، في الصحة، ولا اقول لك مستشار قانوني في مجلس الشورى؟ اتحداك يا كبير انت يا كبير. اسمع حماك تقول انه ولد عمك مدير شؤون موظفين، كلمه خليه يفزع لنا ويضبطنا. وريني وجهك اشوف. منعم مسوي. خلاص روح سوي لي شاي. يلا حبيبي. ابشر بعزك ما طلبت شيء يا شنب، الحين يحضر لك احلى شاهي. اي سلام. سكر زياده يا ولع. وش عنده شهادات؟ انا خابرك ساحب على الثانوي. مخلصها ولا لا؟ خلصتها ليلي. اجل ادبي ولا علمي؟ هاي ابن الحلال الاشكال دي تجيب علمي. ادبي يخب عليه. ايه لا تغلط. سلمك. طيب عنده لغات؟ انت عندك لغات ولا مجمع؟ عفا عليك يا شيخ. عندي لغه سعوديه، تبي لبنانيه، تبي مصريه، سودانيه، اي شيء تبيه. اجل عنده خبره. انت عندك خبرات ولا شو وضعك؟ عفا عليك احلى خبرات. تفضل. تفحيط، هجوله، تزبيب بنات. اطلع برا. شيخ ابوي. بعد مرور شهر على زواجنا انا وهو قلبي حبيبتي اما هدتني ام هدايا. والله شقهرهن.
يا هلا والله وسهلا، الله يحييكم. بس انتم خابرين ان الوظائف عندنا محدده والرواتب يا الله يا الله محدوده. يا اخوي ايش فيك مقفلها يا ابن الحلال انت؟ ليش قاسي القلب يا رجال؟ رجال جايين ندور له وظيفه عشان يترزق الله يا ابن الحلال، وبعدين يا اخي هو وحيد امه. صح صح، وحيد امه مسكين، وابوه معاق معاق. سبحان الله، شوف والله يقطع قلبي. ابشر بساعدك، بس انت خابر ان الوظائف عندنا شفتات. انت تقدر؟ اقدر اقدر اي اقدر ابد. تحت امرك، تبيني اجيك صلاه الظهر بعد العصر، المغرب، العشاء، اخر الليل، اللي تبيها. اصلا انا عاطل. خلاص اذا حاب تشتغل معنا بنخليك في الريسبشن وبتستقبل الزباين. عفو عليك، ما عندك مشكله. لو تبيني اشيلهم واوديهم غرفهم واروشهم بعد. ابشرك يا عامر، لقيت لك العروس. ما شاء الله تبارك الرحمن، جمال، قمر قمر. اهم شيء موظفه؟ لا ما هي موظفه. وش ابغى اجرب القمر؟ جميله جميله ولا ما بجميله؟ ما بيها، ابي واحده موظفه. موظفه؟ هو في واحده موظفه بس فيها عيب. وشو؟ اكبر منك. يا خالف يمه، حماس انت اكبر من ابوي. ايه عادي، اصلا كلنا بنكبر وكلنا بنموت، اهم شيء موظفه. إيه بالله ارجع ارجع ارجع، خل هذه، خل شوي. صلوا على النبي الربع. انا جيتكم ومعي لكم مفتاح بيتي ومفتاح سيارتي ومفتاح سيارة اخوي ومفتاح بيته، وعلي بطلق ما ترجع. يا ابوي هذول فين يجيبوا الفلوس؟ هلا والله بالريسبشن البطل. اتحداك يا كبير، انت يا كبير ركز معي هنا. أبشر. هذه الشاشه فيها الحجوزات والغرف الفاضيه، بس عليك تضيف اسم الزبون. ابشر بعزك. وهنا التليفون لازم تسلم صح صح، اي زبون يتصل عليك ترد عليه مباشره. ابد. هلا والله اتحداك. اي انتبه انتبه وصح صح، ما تسمع كلام الرجال. كنت اشرح لك، شوف المكالمات تنتبه لها مضبوط زين، وتكون جنتل. ها مو بيجيك يدق عليك هاي حاله من عيالك. خليك جنتل. عفوا عليك، بيحضر احلى اسلوب. اشرح لنا بالله بالله، اشرح لنا. انتبه لو سمحت. وهذه آلة التصوير، اي زبون يجيك صور بطاقته على طول. يا عيال احس اني داخل فيلم رعب. هنا آلة التصوير، ايش ترى هي كلها شقق. يا حبيبي ايش اللي في حبيبي؟ لا ما هي بشقق. البطاقة أهم شيء، يدخل رجال تسحبه تصور بطاقته، ولا أمنياً حنروح أنا وياك يتلوننا يا بابا. وبعدين أي أحد يدخل معه لا قل تعال يا أبوي، بطاقة العائلة ترزها في وجهه وتصورها. طيب اشرح بالله، اشرح الله يرضى عليك، اشرح لنا. الحين بسألك، قد اشتغلت في فندق؟ لا والله. طيب تعرف أحد اشتغل في فندق؟ لا والله. طيب تعرف أحد يعرف أحد اشتغل في فندق؟ لا والله. أجل وش دخل أمك قاعد تفلسف من اليوم؟ شف حبيبي، أنا اللي متوسط لك عشان يوظفونك هنا. بالله افصلوا وحطوا في المواقف، يرحم والديك من الآن. تبي تذلني علشانك موظفني؟ أصلاً أنا مسجل في التأمينات ولا تقدر تسوي أي شيء. طز فيك. بو عامر بو عامر. نعم. ترى أهل البنت وافقوا. ما شاء الله، مبروك مبروك مبروك. ما دام الولد توظف وظيفته تتكفيه ويا زوجته. إيه؟ اسمي عاد. هلا. اتصلي فيهم واتفقوا على الموعد ويلا جهزوا اموركم، واللي تبونه احنا حاضرين. ان شاء الله. لو سمحت يا اخي. يلا شويات اكلمك. كفته، جايبك هنا انت؟ ششتي احجز جناح ملكي للعشاء. اتحداك يا الملكي. انت حدك خرابه وتخب عليك بعد. المهم حبيت اسالك، عندكم جنكوزي وسونا؟ أركز بدايتك، عندنا جنكوزي وسونا بعد وبخار. والفطور مجاني؟ مجاني، طال عمرك مطفل يا كفتة. اي مجانا، بس تجي من الساعة 6 للساعة 10. خلاص احجزي الخميس الجاي. يوم الخميس؟ خلاص اوكي. الا على فكرة كفتة، تراك مدلل زوجتك واجد. هذه زوجتي الثانية المديرة. اسمعوا يا الربع، زواج عامر ولد ابو عامر ولد علي بن عبد الله، عرفتوه؟ ما يعرف. زواجها الاسبوع الجاي، ونبغى كلكم تقومون وهمتكم، ونبغى نروح نقدم المعونه. ما طلبت شيء يا شيخ. زملائي الملحطين، اصدقائي الطرطنقيه، جت لحظه الوقفه مع اخوكم عامر، جاء وقت الزحف يا عيال. خير؟ مطاقه مضاربه؟ وش السالفه؟ علمنا يا ابوي. علقتنا، ايش عندك؟ ايش قول قول. دندن يا بطل. زواج الخميس الجاي يا عيال. ياهو مبروك. ايه لحظة ما خلصت، خبرت المهايط
والزحف اللي يصير. وانا يعني نطبل لك ولا ايش؟ ايه طبل لي، طبل لي وارقص لي بعد. ابي كل واحد يصور بجواله الهيلمه اللي تصير في العرس، اوكي؟ صور وتوثق وبدون ترزز، ها؟ خلصت؟ ايه خلصت. الشاعر تركي حضر يبي يلقي قصيده قدامك يا طويل العمر. لا تنسى يبشر طال عمرك. يا عامر عسى دارك بالسعد معمور. معمور. يا عامر عسى لياليك دائما مسروره. مسروره. يا عامر يا حكيم الراي ويا سديد الشور. الشور. انا اشهد، انا اشهد ان اخوتك ما هي مبتوره. مبتوره. يا عامر المحنك الشجاع الصنديد يا طحطوح. طحطوح. يا مطلوخ. مطلوخ. يا عامر حظ اللي عطاك بنته انت، وانا اشهد انه طفى الجوال يا شيخ. لا ليش شغال؟ اصبر طفى يا ابني. وانا اشهد ان الله اكبر. الله اكبر. يستاهل. كفو كفو. بتجيب شاحنة. سلام الشيخ شدش جاي متعني وجايب لك عنية. حي الشيخ شدش. السلام عليكم. السلام يا هلا ولدي. عامر هذا يستاهل، واقف معانا على الحلوة وعلى المرة في كل مكان واقف معانا. ومن عندي لك 50,000 ريال. حيا. لا تفكها قدام الناس. أفكها؟ الشيخ ياسر جاي ومتعني جايب لك هدية الشيخ عامر ولها أنا أبوك. تفضل يا الشيخ ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام. حبيت أبارك لك أخوي عامر بهذا الزواج، ترى أنا متعنين وجايب لك هدية بسيطة، سيارة روز رايز هدية. حيوه حيوه. يستاهل الشيخ عامر. حيوه. هذا الروز هدية مني لك يا عامر. بيض الله وجهك. وجهك أبيض. ما قصرت ما قصرت. كفو كفو والله بالشيخ ياسر. يا أبو عامر سم، جبت لكم عينية أنا وربعي 50,000 ريال تستاهلون. جزاك الله خير ما قصرت. بيض الله وجهك. تستاهلون. صورتني يا ورع. لا والله الجوال طفى شحن. جوال طافي. طف الله عظامك، وانا دائما اقول لك اشحن بطاريه كليب. فضحتني الله يفضحك. خربت علي. الشيخ كفته جايب لك مفاجاه يا طويل العمر. تفضل يا ياهو. صلوا على النبي يا جماعه الخير. اللهم صل وسلم عليه. انا جيت اليوم اشارك بفرحتكم مع اخويا عامر بطريقتي الخاصة. تفضلوا. هيا تعالوا. هيا تعالوا.
يلا حيهم يلا حيهم. ترى ما في لا مويه ولا صابون على اي الملازيم، ما تغسلون في عرس عامر او اسف الشيخ عامر الا بدهن عود. هات يدك هات يدك. يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم يلا 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 حيهم. ادعوا له ادعوا له بالتوفيق ادعوا له بالتوفيق. يا ليتني استاذ في جعفر ولا مدير في العزيزية، لو غلط الحلو في الدفتر لعطيه 200% لعطيه 200%. أتحداك يا كبير أنت يا ذهب يا مجوهرات يا فلوس. اللي بسألس كم راتبس؟ حول كم راتبس؟ داري إن الباب يطق. طب أفتح. سلام يا معريس. كفتة ايش عندك هنا انت؟ هبلي 10000 حق عم فرقه. حول يا ليل ما بالزرف. اسمع هذه 3000 ريال ولا عد اشوفك في الفندق، تفهم ولا ما تفهم؟ يلا انقلع انقلع. اقول لك انا ساكن ام غرفه ام جنبك مع زوجتي المديره ويوي. اقول بلا ويوي بلا بطيخ، لا دق الحين على الاسعاف تحضر هنا تمسك المريض. يلا انقلع انقلع. ياهو تشيك اوت له انت. انت روح يا بابا اجلس بالكرسي الحين اجلس. يا بزو يا بزو سوبرمان تعال تعال يا بزو. جابك انت يا تعال تعال دقيقه انا شو عندك انت يا اقول اعترف من البنت اللي معك. ها شلي من اللي معك زوجتي يا ابوي. اوه صح 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 نق 3000 الحين حقت القصيده ولا والله يا شيخ لا افضحك عندها واقول انك ملحط واسوي ذبح كيك هنا عندي. يلا نق 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 وانا اجيب ال 50000 حقتي. وش اللي 50000 كلها 5000 يا ولد تستهبل انت؟ 5 ولا 4 اجيبها. اركض اركض فديتك انت يا ما له داعي يا ما له داعي ترجوني قدام زوجتي. نق والله الحين لا تمد يدك لا تمد يدك لا اخرب امها يا زعج. خلاص فلوسك توصل لك يلا يلا ترى بعلمها يا اشوف خذ هذه 3 وهذه 5 وخش من رجع البشت. ايوه فكر رجع البشت يا حبيبي. شحادين شحادين ورع. الله لا يهينك يا ورع اظهر الدراهم حقت الدلاله. اي دلاله يا ابن الحلال فاهم غلط انت. كل اللي قلته كلمتين كفو بيض الله وجهك. كفو سهلك كفو هذا الدرام يا ولد عضله. اقول ظهره خلاص 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 اقول لا تنفخ لا تنفخ صوتك اكسر خشمك ظهره خلاص حسبي الله عليك امسك العاده اشوفك هنا. بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك وكلابو تسد اخلص يا ليل الليل وش تبي بعد انت؟ عطني افتح الراس اخلص جدك انت تكلم اخلص علينا يا محلال زوجتي معي خلنا اوديها وبعدين ارجع اعطيك اياها. هبول انت راعي محل الاجار بعد نص ساعه بياخذ علي يوم كامل اعطني اياها اخلص. اخلص دراهم واجد. مكور يا صاحبي مكور اللي شبكني خلصني عز الله اني معك مجبور وبسببك الحب لواني. سيف القلوب يلي عم تخفق ومئات الاف العيون يلي عم تطلع علينا وملايين المشاهدين مركزين تفكيرهم على أماني وهشام بانتظار النتيجة وألف مبروك لهشام من السعودية. يا القهر هالحين ما تقول لي هالحين هذا شكل مطرب هذا شكل واحد يفوز بالله عليك. أنا هذا ما أجيبه حتى في حفلة عيد ميلاد بزاري. أول شيء هدى أعصابك يا طول العمر هدى أعصابك الله يخلي التصويت يا طول العمر الله يخلي التصويت. ربعك فاضيين وقروشهم مالت مخابيهم وما غير تصويت تصويت لين شف فوزوا هالكروب هذا. وش هو؟ هلا قل يا حبيبي الفضل لله ثم للقائمين على هالقناة. بس لو أعرف منهم بس مو مثلنا
فاتحين لنا قناة لا وبث مباشر وقاعدين ما أحد درى عنا ولا أحد سأل عنا. آه بس صح كل اللي أبي منك يا طول العمر إنك تهدأ. مثل المواضيع يسمونها بدايات العثرات اللي زي كذا يعني. عثرات ها تقول؟ أقول قم اذلف. عفوا؟ قم اذلف. شكلي تأخرت عليه سوري آسف طولت عليك. على إذنك يا طول العمر. قال أقول عثرات. اي والله انا امس يا جماعه الخير شدني هالبرنامج للي مزعجيننا فيه. يوم نظرت الا والله ذاك السعودي اللي ما يسوى له ريال الا هو فايز ووصل للنهائيات وشلون ما ادري. لانه سعودي ابو مشعل والسعودي يخلونه الى الاخير مشان يكسبون من وراه ملايين. الله الله الله. بخصوص هذا البرنامج حدثني احد الاخوه ولكن بعيدا عن الامور الفنيه والماديه لو نظرناها من الجانب الشرعي لوجدناه شيء مؤسف ومخزي. رقص وتعري وتعرض أمام الناس وتصرف عليها ملايين، لكن لو تلك الملايين صرفت لوجه الله في سبيل الدعوة لكان أفضل بكثير من ذلك. صدقت يا شيخ صدقت، جزاك الله خير. الله شباب زقرت يحبهم قلبك حسب الطلب ما شاء الله. ها الله الله هي هذا الشغل. وش ذا الكربتين اللي دخلوا ذا اللي مال امهم داعي. يا طول العمر هذول شيون تمويه بالحلال. وش بك انت يا فاهمني انت؟ اي والله الا هذولي منهم. اي صح اقدم لك اصدقائي اللي قلت لك عليهم ياسر وعامر. يا هلا والله وسهلا فيكم. عليك زول حياك الله. الله يحييكم يا شباب وانا بصراحه سعيد جدا بوجودكم معنا وحاس باذن الله ان البرنامج هذا راح يضرب. هات رصيدك. انا اخليكم مع الاستاذ تركي عشان يفرجكم على القريه ويفهمكم على التفاصيل. تركي حياك الله تفضل. يلا يا جماعه تفضلوا تفضل تفضل يلا عادي نروح. لا تفضلوا حداك الله عليك. قبل كل شيء يا شباب تنظفتوا انتم ولا لا؟ تنظفتوا؟ تروش انت؟ تروش وبشامبو بعد يا ابوي علم الاستهبال حق الحاره ذا وكلام اسمعوا عاد. تنظفتوا يعني اذا عندكم الانستغرام التويتر الفيسبوك السناب شات عندكم صور بنات يعني مقاطع اغاني اشياء مخله بالاداب صح ولا تفحيط تقليب شيء هذا تمسحونه تماما. انتم في الان برنامج محافظ وقناة محافظة. طيب ما أبي أي شيء من ذا الأمور. الناس راح تتابع أدق تفاصيلكم وأنا تبت أتوسط لكم عند الشيخ. طيب ها جوزيف كيفك؟ الحمد لله. كيف الشغل؟ تمام شو أخر أخبار؟ أنا بقول لك شو أخر أخبارنا. أطلقنا الحملة الإعلانية على التلفزيون وعلى تويتر وعلى إنستغرام وأرقام المشاركين كلياتها نزلناها وهلأ راح ندشن الهاشتاج تبع البرنامج يعني كله ثمين أستاذنا. برافو عليك يا جوزيف برافو. يا خديجة ها وش فيك تعالي شوفي. واي نزل صور المشاركين الجدد نمتك أماني من جد وريني يا لين أم التميلح الخايس يا شيخ. يا رجال الظاهر خلص مكياج أختك قبل لا يطلع. شوف أنت كيف تشوف يجنني واخذ العقلي ودي أحط عليه شوكولاتة وآكله يجنن رين وجهي يجنن ضحكته تاخذ العقل. بقول لك شيء من اليوم بأخذه أنا وبقعد أصوت له. لا حبيبتي شوفي هذا تبعي أنا دوري لك أحد ثاني. ها تكفين أبي هذا تبعي أقول لك مالت عليك وعلى وجهك. زي ما انتم عارفين يا شباب احنا داخلين منافسة مهمة مرة نبي وقفتكم معنا كفريق داعم وبإذن الله
منا بطالعين الا ماخذين المركز الاول. نبي الهياط هناك في التصويت. انا بالنسبه لي ابي المركز الاول 300,000 ريال. اذا ما حققت المركز الاول اقل شيء السياره. ولا ابي اجلدكم جلد. تجي ندمين يا ليل. اجلدك انت وذا اجر شعره. ما يهمك يا ابوي اعتمد علينا، جايبين لك بطايق شحن من كل مكان. بس انتوا ايش بغالكم؟ تتميلحوا كذا شويه تسوي حركات عشان ايه؟ الجمهور يجيكم كذا زي المنصوره كذا يطلع لكم كثيرين. وحط فلوس. صراحه ما توقعتها كذا. ممكن برد. الا والله برد بس انا طاق البيجامه لا تخاف عليه. ضبط مو ما شفت شيء انا بس شوف دوك شوف دوك. حياكم الله يا شباب ويا هلا ويا مسهلا فيكم. ان شاء الله نقضي مع بعض ايام جميله في القريه. واحب ابلغكم ان راح يكون كل اسبوع اختيار رئيس البلدية القرية، وطبعا هذا عن طريق الجمهور وبالتصويت. بس متى جو المحاضرات والاشياء هذه؟ انا مره متحمس لها وانا اخوك. ان شاء الله خلال اليومين الجاية، وراح يكون بعد في فقرات وراح تنبسطون معنا ان شاء الله. يلا اترككم وابيكم تتعارفون مع بعض. يلا فما الله. بيض الله وجهك. ابيك شوي. وش اللي ابيك شوي؟ من متى انت حق محاضرات؟ تستهبل علينا انت؟ تستهبل؟ ايش دعوه؟ انا في السياره دائما فلاشات وسيديات، كلها محاضرات حلوه مره. لا يا شيخ، لا يا شيخ، محاضرات فلاشات تستهبل؟ ما قد شغلت محاضره ولا قد شفت سي دي محاضرات. لا تقعد تستهبل من بدايه الحين، قد افلم بك هنا في البرنامج. طيب فيها اشياء، شوف الكاميرا هناك كذا. يا جوزيف، يا ثور، يا مفاهي، شو بك يا عمي؟ شو بك عم ترفع صوتك هيك؟ شو صاير؟ شو اللي تشوفيه انت؟ راح فيني بهالاسع. شيل البث عن عامر بسرعه. ما انت قلت لي ركز على ياسر. حبيبي ايه قلت لك ركز على ياسر؟ شفت من اللازق جنب ياسر؟ عامر يا ابن الحلال، اذا خنبك عامر على طول انقر اللقطه. طيب يا عمي ما تعصب، خلاص ها كلها ضغطه زر. ها تعالي داب عزيز. اه مسمس على الناس الكويسه. الله يخليك. انت عارف امي كل يوم تزرفني كوبايه على الصبح. انزل المدرسه اظبط الدنيا. والله العظيم، والله العظيم بالعيال بيموتوا. والله ما تجيب لي قرب كده. خد يا عم بالانا والشفا، توصل الدم للركب. اه والله انا والشفا حبيبي. طيب حبيبي انا والشفا. طيب والله عاد انت عاد عاد طق طلعت ده وفراطمه وشابوت. هذا هذا حبيبي لو طولت معه شوي ما راح يصير عندنا ولا مشاهد يا اخي. انقل البث غير. ارتحت هيك؟ ايه هذا، شوف شوف الزين، هذا اللي يجيب نسبه مشاهده كبيره، هذا اللي يشد، هذا اللي يفتح النفس. ناظر جاب لي خشاشكم ذاك. اقول لك ايه يا مصطفى، خد لك رشفه. لا يا حبيبي تشكر، انا عندي كتير في البيت، بس عارف تغمض ليش عين غير لما اشرب اللبن كل يوم. انت جايب الحليب ده منين؟ لا ده من خالتي ام علي. من علي؟ اه بجد؟ شاطر. اشبو امك. يلا يا شباب صوتوا، يلا صوت يلا عامر يستاهل يا عيال. هيا هيا بسرعة صوتوا لنا انتبهوا. يلا يا اخي صوت انت يا اخبار يا اخي. لا تكون ضعيف جالس انت، صوت له دحين، صوتوا صوتوا. انت ليه ما تصوت؟ شجع شجع. فين في الملعب احنا؟ مثل ما انتم عارفين يا شباب، البث من اسبوع شغال وكلها دقائق، وراح يوقف التصويت ونعلن عن الفائز بمنصب رئيس بلدية القرية. يا رب يا رب شوفي شلون يجنن. يا رب يا خلي نصوت له، وخلي بعد كل خوياتك يصوتون. إيه خلي كمان أمان يومي يصوتون، يحبونا. يجنن. أحب أبلغكم يا شباب أن نتيجة التصويت وصلت، والفائز طبعاً
بمنصب رئيس بلدية القرية هو ياسر. سلام واحد الله يسلمك. انت مو بلازم انت. يلا يا شباب اسرع اسرع، عند اجتماعات. مبروك حبيبي، المبروك بارا شغل مصالح. مبروك يا واد، مبروك مبارك. لازم يلا. الله يبارك فيك حبيبي، استاهلك استاهلك. اسفين يمه. لا بس يمه، عشان ياسر فاز. الحمد لله يمه، ياسر فاز. ياسر فاز؟ ايه، ولو قصروا صوتكم، ابوكم نايم. اسفين يمه. اسفين ان شاء الله. اسفين يمه ان شاء الله. كله مني كل مجنونه. وش اللي كله مني؟ ترى كلنا صرخنا لا شعوريا، مو تحطينها فيني. بعدين اسمي، ابي اقول لك شيء. وش فيه؟ وش رايك انا اعرف واحده من البنات اخوها يشتغل بهالقناه اللي فيها القريه، وش رايك نروح وندهمهم؟ لا بالله ندهمهم. إيه؟ وش نسوي ان شاء الله؟ بعقلك انت وش نروح نسوي هناك؟ تكفين طلبتك ابي اشوفه بس مره واحده. خلنا نروح. وش طلبتيني؟ بعقلك انت صاحيه؟ خلينا نروح تكفين. يا ويلي منك المجنونه، ما ادري وين بتفدينا. طب يا شيخ لو سمحت بالله، المركز الثاني مين؟ تبي تعرف؟ لا ليت والله، يا الحارة كله مصوته، وده مو معقول يعني. أكيد؟ أيوة يا ريت. نواف! يا مبروك. مبروك. مبروك الفايزين. المبروك. المبروك عبيب. المبروك والله عبيب. مبروك. أنت والله تستاهل كل خير. هاي ورع. قم مكانك، قم. أبوي أنت إيش دخلك؟ أنا بباريك للرجال. وش اللي إيش دخلني؟ أنا خوي رئيس البلدية، قم يا ورع. مبروك عبيبي. قم. مبروك خلاص يا ابوي، قوم اجلس. مبروك والله، اتحداك يا رئيس. مبروك انت، مبروك والله. اقول اخلص علي انت وياه، علموني كم دخلنا من التصويت الى اليوم. يا استاذ طول بالك، ما في شيء هيك بيجي بسرعه. بعدين انا ما فيني اعطيك بالضبط قديش، بس فيني اقول لك شيء 20 25 مليون بهالحيطان هي. ما ابغى شيء، ما شيء شوك ان شاء الله. انا ابغى شيء اكيد. يا طويل العمر هد اعصابك يا ابن الحلال، عشان بس لا يجيك سكه ولا ضغط. ما يقدر يعطيك ولا تفصيله فيها. تدري من اللي يكون يفيدك؟ اللي يفيدك فيها شركه الاتصالات، يعطونك تقرير مفصل. اسمع، من بكره تقلب التصويت على حسابنا، يحولون على حسابنا على طول، فاهم؟ طفيتوا المايكات؟ ايه طفينا. طيب شوف ياسر، أنت الوحيد اللي ماشي صح بصراحة. طيب يعني أبيك تسوي وعظ ديني، نصايح، إرشادات. يعني مثلا تدخل في بر الوالدين، تدخل مثلا في الصدقات، في التربية، يعني شغلات زي كذا يعني. أبد أبشر، بس فكني شر ذا النكبة. وش أنا مسوي؟ يا الثور امسك لسانك، لا تنكبنا. وش فيك أنت؟ هماكم تقولون عش واقعك. لا حول ولا قوة إلا بالله. عش واقعك حبيبي، عش واقعك في البيت عندكم هناك في الحارة يا مخوياك، كفتة وشكش والعيال. هنا تعيش الواقع اللي حنا رسمينه لك، تفهمونه؟ لا طيب أبشر. بعدين يا عامل، يعني نبيك تسوي لنا إثارة أكشن، مضاربة. نبي عامل ركض في ديتك، وين حنا جايبينك هالمواضيع؟ شفت عزوز هذا الاسمراني يا اخوي؟ اتفق انت وياه، لعبه من تحت لتحت، سبه منه وسبه منك، وكلمتين منه وكلمتين منه، تطاقوا بس ويطلع الموضوع. قول بالموضوع يا ابن الحلال، ايش فيك انت؟ طب ليش الكذب يا اخي؟ اثاره علشان نسبه المشاهده تكثر، العالم يبون هالمشاكل وهالمواضيع، وراك انت قاعد اعيد لك. انا نكذب لك كذب؟ ليش لا؟ ابد،
هذه لعبتي ازهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. حبيت في هذه المناسبة أقول كلمة عن بر الوالدين. وأي أحد يبغى يبر بوالدينهم يسوي زي ما كنت أسوي أنا قبل، يحب يدينهم ورجلينهم ويبر فيهم، هذا أفضل شيء يسويه الإنسان في هذه الحياة طبعاً. يا جماعة الخير، صوتوا لكل أبوكم من كبيركم لصغيركم، عشرف تاندا شايفني على كتيرة بكر كراميلا، انظر عند البقال دحين تروح عند الدكان تشتري رصيد وتصوت لي. هلا والله بالعيال، تكفون عيال ما استغني عن فزعتكم، صوتوا لي عيال، اهم شيء لا حد يقعد يقول لا ما عندي ما عندي، يروح يتسلف يدبر اموره، ياخذ من امه ياخذ من ابوه ياخذ من اخوانه، اهم شيء تصوتون. تكفون عيال تكفون، تكفى تهز الرجاجيل. وحبيت اوجه كلمه لامي وابوي، اقول نشتاق لكم مره مره مره، والله يخليكم لي ان شاء الله، وادعموني وصوتوا لي. مكة حقنا، جدة جنبنا، الطائف فوقنا، المدينة قريبة مننا، عمتنا الغربية، صوتوا لي. كل عيال الحارة أرجوكم تكفون، ها هات رصيدكم كله. ما شاء الله ما شاء الله، الساعة 11 الحين وانتم ما نمتوا؟ شوي شوي يبغى نبي ننام. طيب وش تطلعون انتم الحين؟ برنامج هات رصيدك اللي هذا اللي يطلعون فيه يرقصون ويغنون ذولا؟ لا لا يبا، هذا برنامج محافظ يجي فيه مشايخ ومحاضرات وكذا. زين زين يا رجل، الله يصلحكم أجل. الله يصلحكم. ارفع ارفع الصوت بسرعة جاي ياسر. أنت يا الخال يناديك يا خال. إيش إيش تقول؟ ما أسمع. قلت يا الخال، مسوي نفسك طالع منها يعني؟ أقول انتبه وطلعت وخل عنك كلام مفقع هذا. لا يا شيخ، ها أقول لك شوف، أقول أركد في ديتك للحين أصكك بكف والله أوصلك غليل، تفهم ولا ما تفهم؟ شوف أحترم فرق الطول اللي بيني وبينك، لا تخلينا أتصرف تصرف مو طيب. أقول بس أسكت أسكت، لا أعطيك حمر الحين وأضبط. أقول لك عبودك ما شاء الله عليك، شنو سويت ذي؟ عندي أعرف فنون قتال كثير أنا. وريني بالله. وريك والله حلوة صراحة. أقول يا ولد فكيت، يا ولد فكيت، يا ولد تابد اسكت انت وياه، صدق ما تستحون على وجيهكم، تبون تفشلوننا قدام الناس؟ نسيتوا انتوا على الهوى؟ عامر عزوز على مخصوم منكم على 100 ريال. والله ظلم، قسم بالله ظلم، هذا قرار نهائي وماني راجع فيه. اقسم بالله ما له دخل في السالفه، هو بس مزح معه. بيني وبينك المفروض نخصم عليه 200، هو اللي تحرش فيه الاول. تدرين احسن شيء ان ياسر ما له دخل في الموضوع. من جد وش ذي الغبنه اصلا؟ تركي هو اللي قال لنا سووا فيلم على الهواء وتضاربوا. لا 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 يا شيخ، تركي ما قال كذا، عامر يكذب يكذب، بس كانت الكاميرا خفيه هنا كذا وكنا نمزح مع بعض عشان نصير لحمه واحده واسره واحده. إذا كذا معلش، إذا تمزحون وتوسعون صدوركم هذا ما عندي مانع. يعني يا شيخ الحين ما فيها خصم؟ لا أبد ما في خصم وما في حاجة. ويه والله أنهم سخيفين، طلعت مسحة. تخيل احنا نصدق، واو فضيعين بصراحة، مرة فضيعين. اسمع أنا قررت أنسحب من البرنامج. لا 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 يا عامر، لا يرحم أمك. بلا يرحم أمك بلا بطيخ، خلاص يا أخي مليت، طقت نفسي. وش ذا يا أخي؟ ما غير تحجير، ما في جوال، ما في سيارة، ما في دوران، خلاص بنسحب أنا. لا يا ابن، ترى في بداية المشوار، ترى أنا بداية المشوار كل عشان فلوس، طز في الفلوس، أهم شيء راحتي، مو بأنا اللي يذلوني عشان فلوس. خلي الفلوس على جنب، أنت تبغاها شهرة شهرة يمينا بلا كلمة، مرات عند أحد قاعد يصورونك وفلة وبنات وفلوس، البنات بنات ينهبلون عليك. وين البنات يا أبوي؟ ما شفنا شيء. ياسر أنا قررت أنسحب من البرنامج. لا 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 يا عامر، لا يرحم أمك. بلا يرحم أمك بلا بطيخ، خلاص يا أخي مليت، طقت نفسي. وش ذا يا أخي؟ ما غير تحجير، ما في جوال، ما في سيارة، ما في دوران، خلاص بنسحب أنا. لا يا ابن، ترى في بداية المشوار، ترى أنا بداية المشوار كل عشان فلوس، طز في الفلوس، أهم شيء راحتي.
مو بان اللي يذلوني عشان فلوس. خلي الفلوس على جنب انت. انت تبغاها شهرة. شهرة يمينا بلا كلمة مرات عند احد قاعد يصوروا لك وفلة وبنات وفلوس. البنات بنات انهبلون عليك. وين البنات يا ابوي؟ ما شفنا شيء. ياسر! ياسر! إذن الآن وصلنا إلى فقرة المطبخ، والمتسابق ياسر هو اللي راح يقدم لنا الطبخة، والمتصلة نوال هي اللي راح تقوم بتوجيهه. أخت نوال، ألين وين وصلنا؟ طبعاً عقب ما حطينا البشاميل وكذا نضيف شوية نعناع، عشان النعناع طبعاً زي ما تعرفون كلكم إنه يضيف نكهة وريحة حلوة للمكرونة والبشاميل. شعلن لي إياها فو فو فو. روح رسائل، هات الرسائل، سمعني الرسائل. أيوة فلوس قرنقش قرنقش. روح يلا يا زلاي صوتوا. والحين ياسر خذ المكرونة ودخلها بالفرن، حطها يعني من 30 دقيقة لين 45 دقيقة عشان ما تنحرق. سمل عليك سمل عليك. لا يا شيخة بسم الله عليك. ها خير إن شاء الله خير. شغل خنبقة ما يمشي عندنا، طربك أمه عليكم هنا في البرنامج. شفت يا تركي؟ مستحيل اللي قاعد يصير. هذه نهاية اتصالات العنصر النسائي. يا شيخ وسع صدرك، يا أبو أنس وسع صدرك وراك أنت عادي، يعني طول بالك شوية بحال. كله تحت السيطرة الإدارية، صح ولا لا أنت؟ صح؟ مزبوط مزبوط شيخنا. بعدين روّي لي حالك شيخنا، تشرب شاي؟ شاي. قبل ما تستوي المكرونة خلونا نشوف التغريدات في الهاشتاج. لأخونا ياسر، الأخت غادة تقول يازين وش يازين المكرونة يازين المكرونة، وهنا الأخت سعاد تقول لبا لبا لا بأس لا بأس لا بأس عليك. طيب نكتفي بهذا القدر من التغريدات، وخلينا نشوف الأخ ياسر وش حاب تقول لجمهورك قبل أن تنتهي الفقرة. حبيت أقول لهم صوتوا لي، زي ما أنتم شايفين قبل شوي تعبت في الطبخة ولسعت يدي شوي وتعورت. بسم الله عليك. ممتاز أخ ياسر. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع معاكم مع فريق ثاني. شفتي المصفوقة؟ شفتي رحنا وغامرنا وجينا وسوينا كل شيء، في الأخير ياسر لا أعطانا وجه ولا انتبه لنا أصلا. لا تظلمين الرجال، يمكن يا شيخة ما سمعنا. تعبت؟ وش اللي تعب تعب ياسر على قلبي زي العسل. عسل؟ ايه. بعدين تفكري فيها شوي، ايش فيها يعني لو غامرنا عشانها؟ يستاهل ترى. هو يستاهل بس تعبنا على الفاضي يا اختي. يا عادي. اذن الان وصل معنا الفريق الثاني، عزوز ونواف، حياكم الله. مرحبا بكم يا سيدي. وانا من الان اقول واحب اصريح، نواف ما يطبخ ولا يتعب نفسه ولا يسوي اي شيء، انا اللي اطبخ واغسل القدور والمواعين كمان. بعد قلبي يا عزوز. الله يكرمك يا سيدي. اليوم مع هالجو الزين راح يكون عندنا فقرة أجمل صوت، وراح يكون تحدي بين سلطان وياسر. وطبعا الجمهور راح يكون الحكم. سم بالله وابدأ يا سلطان، تفضل. بسم الله. صلوا على خير الأنام، المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا. شايف ياسر؟ أول راح أقدم في البرنامج وراح أسوي ياك في أصوات حتاكم زي اللهب كذا. ما عليك دام الدعوة فيها تصويت. شيفوس شيفوس ويوي. يا عين قاري أعينا، هذا جمال محمد أنواره لاحت لنا. الله صوت روحاني، صوتك عذب والله. ما شاء الله تبارك الله. الله الحبيب. والحين دورك يا ياسر. تحية يا عيال. شجعني. أتحداك يلا. هذه هدأ لك. من بعد الوقت
وهذا طبع الأيامي. الله من بادي الوقت وهذا طبع الأيامي. عذبت الأيام ما تمضي لياليها تمضي لياليها. كبير كبير سلكونا سلكونا عشان المدير. ما شاء الله، وش ذا اللحن الجميل؟ هذا كلمات والحان مين؟ محمد عبده. هذا فلكلور، فلكلور شعبي قديم جدا معروف. يا ابوي فلكلور مين تنصب على الشيخ؟ ايه لا تنصب عليه. وخر اخر قول يا شيخ، هذه اغنيه محمد عبده ما تعرفها؟ اما ما تعرفها من بادي الوقت وهذا طبع الايامي. ما تعرفها يا شيخ؟ ما اعرفها ولا ابي اعرفها. لا حول ولا قوه الا بالله. اغاني وتسويق في قناة محافظة. ما فيني ما فيني، كله بمكان واحد. عم قلك ما فينا نطلع من هون. انا اصلا ساكت على مخالفات كثيرة. اوف 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 اوف، والله حرقهم رايح جاي. منكم اللي شعره قزع واللي شعره طويل واللي بناطيله ضيقة واللي ثيابه طويلة. يا شباب ما يصير انكم تشوهون صورة الاعلام المحافظ. ايه اجلدهم اجلدهم، بارد على قلبي. الله يبارد على قلبك. قش ام الجبهة والقذلة. الان تكلم لي، وانا تخليه يجيني على المكتب الان. ولا يهمك انت، روح على المكتب وانا ببعث وراه. روح الان خلاص، ولا يهمك، روح واطلع. انا لله وانا اليه راجعون. وش عند هذا الشيخ مسوي جديد عليهم؟ والله ما ادري اختي، داخل عرض عليها ما ادري وش يبي. ابشر ان شاء الله، مع السلامة. على فكرة ترى أبو مشعل يحتريك في مكتب. على أساس متأثر يعني. يا أخي اشتقت لأمي، أحس بغربة بوسط هالمكان، اشتقت لسواليفها، اشتقت حتى أني أفطر معاها. يا ابن الحلال، كل أيام وليالي بتفطر معاها إن شاء الله. يا أخي وخر شوي على الكاميرا. خير. شفيك شفيك يا أخي، اشتقت لأمي. أمك أمك أولا يا شباب يعطيكم العافية ومشكورين، تألقتوا صراحة في البرنامج وليطوا جينا قدام المشاهدين، والمشاهدين صراحة كلهم يثنون عليكم صراحة. الله يعافيك. الله يعافيك. شكرا يا أستاذ تركي. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا أستاذ تركي. الله يسلمك. الله يسلمك. الحقيقة أنا عندي لكم خبرين، خبر شين وخبر زين. تبون نبدأ بالزين ولا الشين؟ لا عطنا بالشين بعدين الزين. نبدأ بالشين. الحقيقة الشيخ أبو أنس يعتذر منكم، يقول لكم ما عليش ويعطيكم العافية واستوى ما واجهته، يعتذر على البرنامج كامل. صار وظلف خاص طارئ ويعتذر منكم. نصابين والله أنكم كارشين وعشان تأخذوا راحتكم. والخبر الزين، الشيخ أبو عبد الرحمن بكبره يبي يجي هنا. لا يا شيخ، لا يا شيخ. الله الله، بالاستقبال الزين. مو بيجي على أبي شغل زين، تقول الشيخ يستاهل. شيخ شيخ كبير ومرموق. هذا الشيخ اللي يحب أبوي. هذه المرحلة دي ما أبي أي استقبال. زين يا كابتن. يا الله أنت حية. والله يا الشيخ سبحان الله، من يوم يتكلم ما ودك يسكت. والله ونعم ذا الشيخ، أنا أحب ذا الشيخ. شوف يا جوزيف، لا تأخذ وتعطي وأسئلة ومدري إيش وتوترنا معك. أنا حليتها، جبنا الشيخ أبو عبد الرحمن وراح يحل الموضوع كله. السلام عليكم.
وعليكم السلام. يا هلا يا هلا يا هلا والله بالشيخ. الله يبقيك عافيه. استاذ جوزيف مخرج البرنامج. ما شاء الله تبارك الله، اهلا وسهلا بالاخ جوزيف. اهلا وسهلا شيخ، شرفتنا وانا كثير تشرفت اني شفتك. الشرف لي يا اخ جوزيف، الشرف لي. الله يجزاك خير، الله يرفع قدرك يا شيخ. عاد انت يا شيخنا الحبيب ابو عبد الرحمن، شيخ ما شاء الله عليك، يعني مبتسم وفله وكلني يحبك بصراحه، وحنا جبناك البرنامج هذا زي ما فهمتك طبعا طول العمر، انه احنا ما نبي يعني ذاك الجو الوعظي والارشادي، ولا لا لا لا، نبيها مع الشباب تعرف يحبونك وفله وناس وساعد صدر، يعني تلعبون كوره تشوتون بلنتيات، يعني ابشر يا اخوي تركي بالبلنتيات والكباري بعد. وبعدين يا اخوي تركي، الداعيه اذا ما حبوه الناس ما حبوا دعوته، ولا لا؟ فله شيخ، فله شيخ، والله فله فله كثير. طيب يا شيخ نروح نشوف الشباب. اتكلنا على الله. تفضل تفضل، يلا حي شرفتنا، يلا حي. بسم الله. كتر قرور وكبة زيتون ترشط كل البيت، ترشط كل البيت، كتر قرور وكبة زيتون ترشط كل البيت، ترشط كل البيت. شيخ ابو عبد الرحمن يا شباب، الله عليكم السلام. حبا حبا باللي جاء، باللي جاء، ويا مرحبا باللي جاء، باللي جاء، حبا حبا باللي جاء، حي الله الشيخ ونعم به الطله. الله يعطيكم العافيه نواف. الله يسلمك يا نواف، ما قلت انك بتحب راسي، احسبك بتاخذ. أبوكم ولا أبو قناتكم؟ يلا 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 قوموا 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 قوموا، أنا هو اللي تفوي. أوف 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 أوف، حتى أنت خلابوك يا شيخ. يا أخي عادي، حنا كشباب عادي ذا الكلام. يا أبوي ذا شيخ، تعرف معنى كلمة شيخ؟ تم يا شيخ. الله يجزاك خير، عاد خصوصا أنك أزينهم يا نواف. وانا يا شيخ مني كنتوش كذا كنتلوب. انت شينهم. سبحان الله، دمه خفيف الشيخ، يحب لك مزوع مره مزح وما في احد وضحكوا كله. حبا حبا باللي جاء، حبا حبا باللي جاء. ها كيف الاختبار؟ والله يعني الصراحه ما ادري وش كتبت، حتى انا ما ذكرتهم، مالي خلق وما ادري هالمين كيف راح يمرون. والله انك صادقه، الله يعين. بس أنا أهم شيء عندي ياسر ونواف، ما يدخلون برايب والباقي بتطقعك. ها؟ مين ذولا؟ البرنامج. هات رصيدك. هات رصيدك؟ والله إنك تافهة، أحسنك متوترة بسبب الامتحان وإنتي تقصدين دسام جين. أفا ما تتابعينه؟ ترى فيهم شباب مرة يحبلون. انقل أنت وياهم، والله ما بقى إلا هم أتابعهم. شوفوا يا شباب، زي ما أنتوا عارفين إنه بكرة راح يكون أهم وأخطر يوم، اللي هو يوم البرايب، وكل واحد فيكم عنده فرصة واحدة بس إنه ينجو من البرايم، بس مو عن طريق التصويت هالمرة، لا هالمرة راح يكون التصويت عن طريق تويتر. كيف؟ احنا راح ننزل صوركم في حسابنا في القناة، وأكثر واحد تجي صورته لتويت هو اللي راح ينجو من البرايم ويصير له حصانة. وموفقين ويعطيكم العافية. هلا والله بتويتر، والله انتم رحتوا فيها يا عيال، الريتويت كله عندي، أوريكم كيف. كفو عامر، أتحداك. أقول لك بلا أتحداك بلا كفو، مكة حقنا، جدة جنبنا، الطائف فوقنا، المدينة قريب مننا، كلهم يسووا لي تغريدات وريتويتات ويزغرطوا لي كمان. تبيع بليلة أنت، ركض في ديتك، هلا تقعد هاي. بلا زغرطة بلا كلام فاضي، الموزز كلها لعبتي، موزز ما في إلا تصويت يا أبوي، خلكم على جنب بس. والله حتنقبل البرايم بيننا. يا ابوي وش سالفة البرنامج ذا؟ اليوم هاشتاقاتهم ترند. يا ابوي هذا برنامج واقع، ولا هدف منه ربحي. ايه البرنامج ذا تابع امي، بس يا اخي اللي يقهرك تصويت الكم شخص والباقي مسحوب عليهم. ايش رايك نهبل بهم؟ شلون؟ بكرة عندهم برايم، واللي يجيهم اكثر تصويت ما يدخلون النمونيه، والتصويت عن طريق صور المتسابقين في تويتر. يعني تبينا نصوت للمسحوب عليهم والمثمين الحين تروح عليهم يدخلون برايم؟ بالضبط، عاد انت متابعينك فوق المليون ما شاء الله عليك. يلعن ابليسك تم. يا اختي تخيلي كلمت كل صحباتي كلهم يصوتوا لياسر، مع ذلك للحين للحين التصويت قليل. يا اختي شيء يقهر.
أنا بفهم شلون هذا شلون هذا ياخذ أكثر رتويت من جد. لا إله إلا الله يا أختي، شيء كرقر عميان ذول ما يشوفون، بيفهم أنا ما يشوفون، بنجلط بنجلط بنذبح. أي والله أنت صادقة، أنا ما أقول إلا يا رب مثل ما نجيت يونس من بطن الحوت إنك تنجي ياسر من هالبراي. آمين. الواد ياسر هذا حظه ضعيف، شوف دحين التصويت باقي له ساعة بالضبط، هو أقل تصويت من بين المشتركين كلهم. ماشي منه فايدة، شكله داخل إبراهيم داخل. أنا لو داري ما خرجت التصويت في تويتر قدام الجمهور، ولا وشلون ياسر يدخل في إبراهيم شلون؟ يا أستاذ تركي أنا شو قصدي بهالموضوع عم ترفع صوتك علي، أنا شو عملت لك؟ بعدين يا أستاذ تركي هذا اقتراحك أنت، لو خليت الموضوع بس التصويت عن طريق الموبايلات كنا ربحنا مصريات أكثر، وفوق هيدا كلياته كنا إحنا بكيفنا بكيفنا تحكمنا فيهم وعرفنا مين يفوز ومين ينزل ومين يطلع بالتصويت. إذن أعزائي المشاهدين وصلنا إلى آخر فقرة في البرايم، وصل معنا للنهاية ياسر من السعودية، مصطفى من مصر. راح تتم التصفية ما بينهم عن طريق الأسئلة المباشرة، اللي راح يجاوب خطأ يودع. السؤال الأول لياسر، السؤال يقول من أول من أسلم من الرجال؟ عثمان بن عفان. خطأ. ننقل السؤال للمصطفى. لا يا ياسر لا لا خليش خليش. خطأ، إجابة خاطئة. انتقل السؤال إلى مصطفى. مصطفى من أول من أسلم من الرجال؟ أبو بكر الصديق. صح عليه. للأسف يا ياسر راح تودعنا وتغادر القرية. لا لا, لا. ليش؟ والله اللي أدبناهم صح، خلهم الاثنين الحين. إن شاء الله ألف مليون مبروك شيخ أبو مشعل على نجاح البرنامج. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويعطيك ألف عافية. أنا بصراحة كنت متوقع هذا النجاح الباهر. شيخ أبو مشعل عندي إلك فكرة برنامج جديدة راح تفوت لك ذهب وأضعاف أضعاف المصاري اللي فاتت، لا وشرط حسب العادات والتقاليد السعودية. الله أموت أنا في التقاليد والعادات السعودية، اديني مربط انه عمار مهبول انت، بدا البرنامج حطه بدا البرنامج. اما عاد هب البراد وزانات النفسيه
والجو روعة والمشاعر حية. يا هي ولد ولد يا هي بس حية مجدد لا شار أبيات يا مغني. احنا عملنا اللازم وهو حاليا حالته مستقره، اي تحسن هيحصل هنبلغكم بيه على طول. طب يا دكتور واللي يسلمك خلني ارافق معاه. للاسف غير مسموح، زي ما قلت لك قبل كده ان لازم مرافق اللي يقعد معاه يكون راجل. لا حول ولا قوه الا بالله. فين ابنه ياسر؟ المريض في الحاله دي اللي هي حاله الغيبوبه بيحتاج ان اللي يقعد معاه يكون حد قريب منه يكلمه عشان يقدر ينشط دماغه، ويا ريت الحد ده يكون حد قريب منه او زي ابنه. ياسر ياسر الله يهدي بس. عياد تذكروا صاحبتنا على شوكش الجي بي ار ذاك اليوم؟ كان يوم ذاك ما في الا كعاب يمشي، كل الجي بي ار يطالع من ذا ايش فيه ورجلي كذا ورمت، والاغراض كلها فين كانت؟ في الفندق. طيب ورا ما تخوني دبي بعد كم يوم. يجي هدف يا ابوي انا معاك اون لاين قدام. بس ها من الحين اقول لكم القطه 5000 ريال. تقول للصراف كذا اللغه العربيه يطلع لك على طول. الله يدني يا شكش، مسوي فيها كاش يا عبسي؟ ترى 5000 يا عيال كثيرة. أنا لو أقول للشايب عطني 5000 زبدلي. وأنت بزر للحين أمي وأبوي، في حد يشاور أمه وأبوه الحين؟ يا أخي اقدح من راسك اطلع. إيه سلامات سلامات. الواحد ما يكبر على أبوه وأمه حتى لو يشيب راسه، ولا لا يا كفتة؟ ياهو بس خذوني معاكم. ناخذك معنا وين؟ أم دبي. دبي؟ أنت حدك الشرقية وتخب عليك. أخذ الجمرة يا هياي. الو ايها ترى البقاله اسمع حبيبي ابي 4 علب حليب لا 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 من الصغار كم العلبه بريالين لا 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 خليها بريال ونص بس يبا بعدين بعدين بريال ونص الله يهديك بس تدري ما بيها بس عطنا خبز وزبادي ويكفي أمي ما هي أم، أمي كنز حنية، حنان هالعالم كله من وجد فيها. أخلص وأنا أمك، بلا صفصفة كلام، قل وش تبي؟ أبى أسافر مع أخوياي لدبي ومحتاج 5000 ريال. قل كذا من أول. هذا أنا قلت. موافقة، أبى أعطيك الفلوس، بس بشرط. أبشري بعزس، أشرطي. بنسافر أنا وأبوك نزور أختك. بنت لسلني يوم ولا يومين. أبخلي العيال هنا علشان أنت تنتبه عليهم وتحرص عليهم، موافق؟ أفا عليس، أحلى انتباه، أبد، روح ودزوها وفلوا أمها حتى لو تبون أسبوع. الله لا يخليني منك. توصلون بالسلامة أيضا. الله يسلمك وليدي. عاد شوي شوي بالخط. ما يصير إلا خير إن شاء الله. يلا الله ما الله. ما الله هلا يلا. توصلون بالسلامة يما. يسلمك يا يما. عاد وين دراهم شيء كذا؟ ايه دراهم. خذ. هلا والله بالدراهم. لا وصيل. أهم شيء البيت وإخوانك. لا تشيلين هم يا الغالي. أمي يا محلاها أشتاق لرؤياها هاها. احلى خبز صامولي مع العصير يلا صامولي ايش هذا صامولي جبن ما ابي جبن ابي بيض ايش اللي بيض يا ابن الحلال كل جبن بس خلاص خلاص لا تسوي بس بقول لامي انك ما تسوي لي بيض لا 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 دام الدعوه فيها فلوس ابشر اسوي لك احلى اسوي لك بيض ابشر يا ليل الورعنة
هيا سلامات ولد. ولا كلمة لا أنت ولا هو. هو اللي بدأ ما هو اللي بدأ. أجد أنت وياه. أقول اسكت ولا كلمة. البيض. هذا وشو ذا؟ ما أدري. لا يا شيخ تستهبل. وشو؟ هذا استدعاوي لأمر الطالب من المرشد الطلابي. والله ما سويت شيء. لا يا شيخ مصيري بكره اجي المدرسه واعرف ايش انت مسوي. عامر عامر تعال غسل لي. يلا جايك. وش فيك انت؟ تعال غسل لي. ما تعرف؟ اي بعرف. طيب خلصت الحين انت؟ خلصت كل شيء بس باقي الغسيل. أما عاد الغسيل تقطي عظم. النشبة دايبي النشبة دايبي النشبة دايبي. هلا ياسر. إيه بروح معكم. إيه اسمع أبيك تيجي أنتوا العيال اليوم عندي في البيت أبيكم موضوع مهم. يلا أوكي. شو الوضع مع الولد؟ السلام عليكم استاذ ياسر كيف الاحوال؟ اهلا اهلا دكتور سمير. الحقيقه ان الست والدتك احرجتنا لان ميعاد الزياره انتهى وهي مش عايزه تمشي وانا مش بودي ان السكيورتي يتدخل ويحل المشكله لانها في مقام والدتنا فارجوك تحاول انت تكلمها وتخليها تتصرف يعني تمشي. لا حول ولا قوه. عطني الواد بكلمها. اوكي اتفضل يا استاذ ياسر عاوز اكلمك. الو يا يوم الله يهديك تبي تفضحينا عند الدكاتره وعند الاداره. هذا الوالد صار له اكثر من شهر على الوضع هذا، وش فايده قعدتك؟ ابي اعرف انا. يا ولدي ما ودي اترك ابوك ولا دقيقه واحده وهو في الحاله هذه. وبعدين المرافق اللي انت جايبه مثل الصنم لا يسولف ولا يهش ولا ينش. يا يمه يا تحرجينا الله يرحم والدينك. اطلعي الحين ونقام الوالد بالسلامه ان شاء الله بنزوره كلنا. شكوى على الله. طيب بطلع. وهذه السالفه كلها يا عيال اهم شيء دبرت الخمسة الاف. عفا عليك بس كلها يومين اجلسوا معي وبعدين نروح في الامها في دبي. ابشر بعزك يا اخوي ازهمها. وش ازهمها؟ اسمها ازهلها اللي هي المهم. على طاري ازهمها رح ازهم عمر واقعد ذاكر معه. ابشر. وانت رح نوم سليمان. انا ديش الشغل عندك انت؟ ايه تبي تروح معنا دبي رح نوم سليمان. ابشر طال عمرك. وي وي يلا توكل على الله. شغلت الزلايل. قم راح اسوي شاي. طيب قم هيا اكتب الجمله الجايه هذه. الاسود المنتشره. وشو الاسود المنتشره؟ كيف نجحت؟ ايش كيف نجحت؟ انا شغلني لك امغني عشان تنام. اسمع بيا يا سليمان يا سليمان يلي تطلع فوق ام جبال. الأسود لون الأسود منتشرة فهمت؟ فشوف الكتاب هذا اقرأ زين. أكتب 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 ساكت. يلا الأسود منتشرة يلي ترعى الأغنام وتأكل لك خس مع الأرانب وتنام. ما أحب الخس. ياهو والله ياهو انفجر راسي يوم واحد وانفجر راسي من ذا المبزرة. يا رجال تراك متحمس مكبر الموضوع بزيادة. اي مكبر ابن حلال عيش معهم بعدين تعرف. يلا يلا يا ولد يلا وقت النوم. يلا نوم نوم نوم. معك ولي امر الطالب عمر. حياك الله. ومين حضرة الاخ؟ خوي ولي امر الطالب عمر. خير يا استاذ. انتم ارسلتم مع استدعاء ولي امر الطالب. لا بس لاحظنا على عمر بعض الحركات غير مطمئنة. دلالات غير مطمئنة؟ يعني أجلده؟ لا لا ايش دعوة؟ أجل في أحد مزعله تبيني أجلده؟ لا 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 أجل أجلدك أنت؟ ها؟ هو يقصد وش الموضوع بالضبط يعني علمنا؟ لا بس لاحظنا عليه إنه يقض مظافره. تستهبل أنت وجهك الحين مقومني من صباح الله خير
واخر شيء تقول لي قض مظافره اظافره ولا اظافرك ها؟ بعدين وش قل لي ارسل لي برساله اشتري له مقص اظافر اقض امها كلها لعدت نادينا على تقضيم ها؟ يلا مشينا. ايش الورطه اللي احنا فيها ذي؟ يا ابويا قالك اكل بذورك روح اديهم روح جيبهم. انا خلاص ماشي اتجوز عشان البذوره ما يقلقوني. انت تفكر انك تجيب بذوره؟ اول شيء فكر مين هذه البنت اللي حطالها في وجهك ده، بعدين فكر البذوره. ماشي اقعد هنا عشان اروح بيتنا ولا تقلق لي اياكم، انا اروح. بابا يجي متى؟ يجي الساعة 6 راكب ولا ماشي؟ راكب بسكليته. وبابا يجي متى؟ يجي الساعة 6 راكب ولا ماشي؟ يلا 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 يا ولد يلا الغداء حار على كيف كيفكم. ياهو غسل ياهو يلا. ياهو راح غسل يا اخي راح. يا غسلتها ولا ام صباح؟ ايش؟ غسلتها في ام صباح يا حبيبي الحين الظهر غسلها مرة ثانية يلا يا وصخ يلا. اهلو بابا فين؟ بابا هنا. لا تشرب عصير لا تشرب عصير. ايش فيك طيب؟ تبي بطنك يعورك؟ لا لا كل رز اول شيء بعدين اشرب العصير لاحقين عليه. لا تاكل باليسار انت. تبي الشيطان ياكل معك؟ باليمين يا بابا باليمين. ايش فيك عليهم خلهم. لا يا شيخ قاف معي مع اخواني انت. صدقت نفسك رحت معي عند المرشد الطلابي صدقت نفسك. واو ربي قصف جبهتك. المهم اللي بياكل زين ابى اوديه اليوم معي للحديقه. ياهو ياهو ايش دخلك انت؟ كل ما اكلتوا اكلكم اجيبكم الحديقه. اي مد المرجيحه بيك تدفني. مهبول انت وراه. هذا كبرك تلعب مرجيحه. روح روح يا ابوي احلى من تبع سليمان هنا. انت بهوله زين ها؟ يلا امشي قدام امشي ولا لا تهايض دف زين لا تنفخ دف زين طيب خلاص شوي شوي طيب شوي شوي فتح لك الثلاجة بيكون لك الجلي وين سليمان؟ كان مع كفتة وين سليمان الكفتة؟ ما جاك هو قال لي بيروح له وين سليمان ضيعتوه؟ يا ابن حلال كان عندنا كان بيجيك كان هنا ما كان هنا ضيعتوا الولد يا السبق ايه لا تنفخ يا ابوي انا مأمنكم عليه تستهبل ضاع اخوي يلا دور انت يا دور بسرعه وش اسمك؟ طيب وش اسم ابوك؟ عامر تعجبك اهدى يا عمري خلاص خلاص لا تبكي سليمان وين رحت انت يا ورع وين رحت؟ وراكم مضيعين الولد؟ معلش خليته مع العيال وضيعوه وين امه؟ امه مسافره ومخليته معي هذول اطفال أمانة لو انخطف والله صار له شيء وش بيصير في قلب أمك؟ شكرا يا أختي يلا أمش 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 قدام أمش أمش يا ورع أمش يا أبو يا قروشتنا أنت وأخوك شكش عويض الله من شرك خلى الليلة ذي تعدي على خير وإذا ما عديت إيش حتسوي؟ أبا فرشك أنت واللي معك إيه تفرش مين يا أبوي اسمع احمد ربك إننا جالسين معك ونعاونك عشان تسافر معنا لا يا شيخ وين ساعدتوني إلا نكبتوني وبغيتوا تضيعون الولد أقول لا عاد أشوفك لا أنت ولا أنت ولا أنت تفهم ولا ما تفهم سري حامر دغفيذ أنا وش أسوي له أنا ياهو هلو وعليكم السلام أيوة أنا في موجود مستشفى كويس بابا كويس كله كويس اي اي بابا اوكي اوكي مع السلامة اري يار كوچ ناي کھلو کھلو قب 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 خلنا وديك المستشفى قب بسم الله عليك قب امشي امشي خد نفس ها
بشر يا دكتور. عنده التهاب في اللوز ودرجة الحرارة مرتفعة، بس اطمن هكتب له على شوية علاجات، أهم حاجة ما يشربش مية باردة ولا يتعرض للهواء البارد. الله يعين. طيب دكتور تكفى عطه إجازة. حاضر. شكرا. يلا اشربه اشربه كله عشان الطيب. يلا تغط زين ونم. طيب نم شوي. مالي دخل في الفطور، مالي دخل. وي قبل اربع ساعات ما اعطيك اكل انت، بطنك دود. لا امشي امشي يلا مش قدامي الله يعيني عليك. بس الله يهديك، بس الله يهديك، ثلاث مرات اغير لك اليوم. لا عاد تلعب بالمويه تفهم؟ طيب يلا امشي يلا يلا, يلا. يلا اطفى. ما احبه. شو اللي ما تحبه؟ كيفك عاد هذا الموجود؟ تبيه كلا ما تبيه مت جوع. دوده انت دوده ما تشبع. مني يا دكتور، أبو ياسر في شيء؟ تفضل حضرتك استريح. ياسر فين؟ ياسر مسافر. علمني أنا، أبو ياسر في شيء؟ الحقيقة البقاء لله. شد حيلك. عامر اكلت علاجك، دهنت بفكس، قلبك شراب يا ولد. ترى انا وامك وصلنا. الحمد لله على سلامتك يابا. الحمد لله على سلامتك. سلمك سلمك بعيني. طيب عارف فيك؟ وين امي؟ امك فوق عندها بالغرفه فوق. ما عليك شر يا يمه. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله. تشوف شر يا ولدي. يمه هلا يمه. الحمد لله على سلامتك، الله لا يحرمني منك. الله يسلمك يا وليدي. وش في وجهك تعبان كذا؟ فيك شيء؟ لا يمه ما فيني شيء، بس ما نمت زين طوال اليومين اللي فاتت، تبهذلت مع اخواني شوي. الحمد لله انكم رجعتوا. الله يعطيك العافيه يمه، وعسى الله لا يحرمني منك ولا من اخوانك. إلا قل لي متى ناوي تروح دبي إن شاء الله؟ ما أنا مسافر دبي ولا بأي شيء منكم. وهذه فلوسك يمه. ليه؟ وش فيه؟ يمه ما أبي إلا رضاك أنت وأبوي. والله والله لو أعطيكم ملايين الدنيا كلها ما أوفيكم حقكم.